موضوع وفي ثانية هرد على الأسئلة. خلينا نشوف الدستور ده إيه معناه، يعني إيه فكرة الدستور. الدستور زيه زي القانون، زيه زي الأفكار، هو جزء من بنية فوقية كده في المجتمع، هو مش حاجة بنمارسها بشكل يومي يعني، وإحنا بنتعرض ليها لما بتبقى فيه مشكلة. عندنا مثلا على سبيل المثال أحكام خدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخالد علي وآخرين وبتاع، بعودة شركات تم خصخصتها للقطاع العام، والشركات دي اتاخد فيها أحكام نهائية وبطلان عقد بيع الشركة، لم ينفذ لحد النهاردة أي حكم من الأحكام دي. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه كان، هستحضر جملة كده لطيفة كان بيقولها مناضل عمالي في الأربعينيات اسمه طه سعد عثمان، كان بيقول إن القانون زيه زي خيط العنكبوت، بيقع فيه الضعفة وبيعصب بيه الأقوى. دي القضية بالنسبة لي بالظبط، هو إنه الدستور والقانون تعبير عن صراع بيحصل في المجتمع تحت، وقد إيه حجم الصراع ده فبيعكس نفسه في الدستور والقانون والبنية اللي فوق ديت، يعني قد إيه البنية اللي تحت دي بتعكس نفسها. في البنية اللي فوق، بس في نفس الوقت لازم نبقى فاهمين ان اللي في ايديه تطبيق المواد دي او في ايديه تسييد الافكار ديت هي الطبقه اللي بتحكم، هو النظام اللي في ايديه المحاكم وسلطه التشريع و و و وخلافه. لو احنا شفنا العمليه بالطريقه ديت ممكن نقول طيب ما ملهاش لازمه، ايه اللي خلينا نوجع دماغنا وندخل فيها ما دامت معروفه النتيجه مسبقا ان نعم هتكسب، وان السلطه هي اللي بتنفذ اللي هي عايزاه او مدبره النتيجه مسبقا وكلام الشكل. القضية بالنسبة لي مش في كده، مش في انه نعم، انا عارف انه نعم هتكسب، بالرغم من ده بدعو للتصويت بلا، وبالرغم من ان انا شايف ان ربما التصويت بلا يبقى اقل من التصويتين السابقين بتوع الدستور الاخوان والاعلان الدستوري بتاع المجلس العسكري. بس هو النهارده اللي في السلطة بيفكروا ازاي؟ بيفكروا بان هم بيحشدوا كل طاقتهم الكذابة والمخادعة في الاعلام وفي مش عارف وسلطاتهم وبتاع للتصويت بنعم. هم عايزين اعلى نسبه مشاركه ممكنه وعايزين اعلى نسبه نعم ممكنه، مش لاي سبب في الدنيا غير ان هم محتاجين يضفوا شرعيه على اللي هم بيعملوه. ممكن اللي يروح الانتخابات 2 مليون وال2 مليون يقولوا نعم، بس في الحقيقه هتبقى فضيحه بجلاجل انه راح 2 مليون، بس لو راح 30 مليون و 20% منهم قالوا لا، يعني 6 مليون قالوا لا، ده له وزن سياسي وبيفرق على مستوى ثقه الناس اللي بتقول لا والمعارضه في مواجهه النظام. نعم هتمشي في الحالتين، بس نعم اللي هي مبنيه على تزوير ومبنيه على يعني طبخ العمليه نفسها مختلفه خالص عن نعم اللي جايه من كتله تصويتيه زي ما اتقال في وسط الكلام مني ومن الناس اللي قاعده، انها بعدم وعي بيعني ايه دستور وبيلعب انهي دور وقريته ولا ما قريتوش. اذا كان المجتمع ده في 50% اميه، فازاي 50% اميه هيقعدوا يقروا الكتاب ده اللي هو 96 صفحه وهيصوتوا عليه كتله واحده؟ يعني مش من حقهم يرفضوا ماده ويقبلوا ماده، او يرفضوا باب ويقبلوا باب، ده هيصوتوا عليه يا اما لا كله يا اما نعم كله. ودي فكره في الحقيقه خزعبلاتيه، بتتم في الدنيا كلها، بس لان الدنيا كلها فيها الديمقراطيه الشكليه ديت اللي هي مش مهتمه خالص بغير بالنتائج، مش ده بيعبر عن ايه في المجتمع والصراعات وكده. طيب في ناس بتقول انه علشان ما نقعش في الفخ بتاع ان احنا بنتهم بالطفوليه، يعني اللي هو فكره احنا بنقول لا وخلاص، فعلينا ان احنا نقول موقف يعضد لا. ما طبعا احنا مش هنقول بيان الثوريين في المجتمع المؤمنين بالثوره لا للدستور، احنا نقول الدستور ده بيتم في انهي سياق، الدستور ده مين اللي عمله، بيلبي انهي تطلعات، بيستند لانهي مصالح، وبالتالي احنا رافضين التصور ده كله على بعضه بما فيه المخرج بتاعه اللي اسمه الدستور،
وبندعو البناء بديل مختلف، والبديل ده ما بيتبنيش بين يوم وليله، ما بيتبنيش في غرف مغلقه بين الثوجين وبعضهم، ده بيتبني في قلب العمليه النضاليه. والعمليه النضاليه ديت مش انه الناس تبقى في التحرير ونقطه، انه الناس تبقى بتناضل على مستوى اوسع وعلى مستوى مطلبي في اماكن مختلفه، وان احنا ندفر الحاجات دي ببعضها ونبدا نخلق منظمات ليها طابع جماهيري خلق نفسها من اسفل عبر مصانع، عبر مناطق، عبر مش عارف لجان وحملات وحاجات من النوع ده. البديل ده طبعا ممكن يبقى الثوريين عندهم اخطاء في بناء البديل، ان هم يعني لحد اللحظه دي ما طرحوش بديل حقيقي يبان في عيون الجماهير على انه ممكن يبقى بديل استقطابي، يعني يستقطب الجماهير ناحيته. بس في الحقيقه في معضلات ثانيه موضوعيه برامه، هو انه الكتله السياسيه الاهم في المعارضه كانت الاخوان المسلمين. واللي في ايديه يقرر يا مبارك امشي وهندور العمليه بطريقه مختلفه، ويا اخوان وافقوا معانا على التعديلات دي، ويا اخوان اطلعوا السلطه، ويا اخوان خدوا على دماغكم، حاجه ثانيه غير الجماهير. اللي بيقرر ده في النهايه كان الجيش، المؤسسه العسكريه هو اللي بياخد القرارات دي في النهايه، وهو اللي بيحمي الشرعيات اللي من هذه العينه. فاحنا في الحقيقه صح محتاجين نبقى بنلعب على تطوير وعي الناس، وبنلعب على فكره بنى بديل سياسي له طابع جماهيري مش بديل نخبوي يعني، بس في الحقيقه العمليه دي ما بتتمش ان انا اطبع في مواجهه الدستور دستور بديل، او ان انا اطبع الفكره الصح في ورقه ووزعها على ال 80 مليون مصري فالدنيا تتغير الناس ما بتغيرش افكارها بالطريقه دي. الناس بتغير افكارها وهي بتناضل وهي بتتحرك على الارض. والنضال ده زي ما قلنا من شويه مش منحنى صاعد طول الوقت. في كبوات بتحصل وفي وقعات بتحصل وفي عدم تراكمات احيانا من فكره النجاحات اللي بتتحقق عبر النضالات الجماهيريه، فالعمليه تبدو فيها شيء من التعقيد يعني، هي مش معقده بمعنى انها مستحيله يعني، بس معقده بمعنى انها محتاجه نضال دؤوب ويومي وناس حاطه بوصله اسمها الجماهير ومصالحها، وناس بتشتغل على ده بشكل يومي وبتتحمل نتيجه ده تضحيات رهيبه من ان بيتقتل منها ناس وبيتعذب منها ناس وبيعتقل منها ناس، تمام؟ وبنتواجه حتى ممكن نسميه كده على سبيل المجاز يعني بغباء الجماهير احيانا، اللي هو مش غباء في الحقيقه، اللي هو هيمنه الافكار بتاعت الطبقه اللي بتحكم او النظام اللي بيحكم او حاجات من النوع ده. طيب هل في اهميه لمعركه الدستور دي؟ في اهميه لمعركه الدستور دي، مش في حد ذاتها، اهميه في سياق اكبر واوسع. انا بناضل ضد مخرجات السلطه دي، لما السلطه دي تقرر تخصخص هناضل ضد الخصخصه، لما السلطه تطلع قانون بيمنع التظاهر هناضل ضد القانون ده، لما السلطه تطلع دستور شكله معيب وفيه مشاكل وكوارث عدائيه للجماهير هناضل ضد الدستور ده، لما السلطه تعمل اي حركه من عينه انها تروح تدك سينا مثلا هناضل ضد عمليه الدك والسحل اللي بتحصل في سينا، لما السلطه تعمل مذابح لاعضاء في الاخوان المسلمين بصرف النظر هم قياديين ولا جمهور مصدق نفسه، تمام؟ هناضل ضد ده. النضالات دي بتخليني مستقيم مع موقف الثوري، بتخليني بشوف الدنيا من زاويه ضد السلطه، مش ضد السلطة بمنطق طفولي، ضد السلطة لأنها ضد الجماهير، لأنها بتخلق سياسات ومواقف وقوانين معادية للجماهير. فالنضالات دي بتراكماتها بتخلق سمعة وصوت وتأثير سياسي للناس اللي بتسمي نفسها ماشية على طريق استمرار الثورة وتحقيق أهدافها ومطالبها. في وسط ده هل لاني معرفتش اعمل حملات، لاني حجمي صغير، او لاني المهام عليا كتير بحجم الصغير ودرجه التاثير السياسي في المجتمع مش عاليه، ولانه الاستقطاب النهارده ما بين الاسلاميين والسلطه او ما بين الاخوان والسلطه، لو انا معارض للسلطه ابقى اسمي اخواني، لو انا معارض للاخوان ابقى افرم يا سيسي. فكرة البديل الثالث اللي لسه مش باين في عيون الناس دي مسألة بتاخد وقت، تمام؟ وجواها أنا أقدر أشوف اللحظات المناسبة اللي ينفع أعمل فيها حملة أو ينفع أعمل فيها لجنة أو جبهة أو حاجات من النوع ده. على سبيل المثال المظاهرات اللي عملتها جبهة طريق الثورة،
تمام؟ احنا كنا بنتواجه بحاجات من عينه الله انتوا مش اخوان، انتوا معاكم بنات محجبات بس بترد الهتافات بتاعت الشتايم، ومعاكم بنات مش محجبات وبتشرب سجاير وبتشتموا السيسي وبتشتموا مرسي في نفس الوقت، انتوا مش اخوان، امال انتوا مين؟ فنقول لهم ان احنا بنطرح موقف مختلف، احنا ضد العسكر والفلول والاخوان، احنا مع اهداف الثوره والشباب. طب حاولوا تدافعوا عن نفسكم اكتر. انا اتقال لي ده بالنص في شارع شريف واحنا ماشيين في شارع عصر النيل، اللي هو طب ما تبينوا نفسكم اكتر، طب ما تكتبوا ورق، طب انتوا ما بتطلعوش في الاعلام ليه تدافعوا عن الافكار ديت؟ طب انتوا شكلكم صح بس انتوا مش باينين ليه في المجتمع؟ النوادي اللي هي في الحقيقه كانت مهيمنه في 25 يناير لحد 11 فبراير، تمام؟ وهيمنت في معارك اخرى ما بعد كده، يعني النوادي بتضعف لانه زي ما قالت الزميله جزء من اللي كانوا جواها انفضوا وراحوا في معسكر افرم يا سيسي النهارده. كمال ابو عيطه المناضل اللي كان بيقعد على الترابيزه دي، تمام؟ واللي كان بيسهر صاحي في ال 11 يوم بتوع الاعتصام بتوع الضرايب العقاريه، واللي خد نضالات ونام على البرش ومش عارف ايه وكلام الشكل ده، النهارده مش يعني هو ملكي اخطر من ملك، يعني بيستدعي الشرطه لفض اعتصامات عماليه. فيعني التحولات دي ممكن طبعا نعمل مناقشه اسمها ان ده مش تحولات، وانه زي ما زميلنا راجل بيبرس كاتب تويته كده في منتهى العبقريه، يعني بيقول انه يا جماعه انتوا بتبقوا على ايه؟ الناس دي لا كانت يسار ولا يمين، الناس دي عندها سقف ما تقدرش دماغها ما تقدرش تتخطاه، السقف ده هو امن الدوله مش امن الدوله الجهاز، امن الامن القومي يعني، تمام؟ بتاع الدوله. السقف ده هو انه شويه كليشيهات كده في الدستور عن حقوق العمال، تمام؟ كليشيهات مش اكتر، مش هنعمل بيها حاجه يعني، مش مهمه. فالطريقه دي في التفكير الدين وحسام عيسى ومش عارف ايه، الانتقال من مرحله احنا ضد النظام مبارك وبعدين ضد الاخوان وبعدين مرميين في اوسخ حته في المجتمع حضن العسكر يعني، تمام؟ ده مش تحول، دي ناس في الحقيقه كانت زيها زي الاخوان بيفكروا في الثوره بمنطق مصالحهم مش بمنطق مصالح الجماهير، تمام؟ الفرق ما بيننا وبينهم هو ده، عارف ان طريقنا صعب وشائك وكله اشواك دائمه وهيطلع عين اللي جابونا وهنقدم تضحيات رهيبه، بس في الحقيقه مفيش بديل. يعني البديل هو الاستسلام للوضع ده وانه كله يمر بقى الدستور والقوانين ولا مش عارف ايه، تمام؟ ونقدم تضحيات بقى مهوله مش احنا بقى اللي هنقدم، هيبقى في مجازر للجماهير نفسها، هنبقى زي في عصور فاشيه يعني لما مصنع بيعمل اضراب الدبابات بتقف تدق المصنع بالعمال باللي فيه مش عارف ايه وطص، تمام؟ استلم نفسه عمل ده وكان بيسمى نفسه اشتراكي يعني، تمام؟ كان بيحط الدبابات على دبات كده تدق مصانع وياخد القياديين في الثوره ينفيهم في سيبيريا في الجليد يموتوا يعني. فدي قضيه احنا فاهمينها، الثوره مش رحله، تمام؟ ومش نزهه ومش حفله بتاعت يوم ولا ان احنا نقعد في التحرير كام يوم، الثوره عمليه معقده ومحتاجه مجهود ضخم جدا ومحتاجه تضحيات عاليه جدا، بس في الحقيقه الانتصار ما بيجيش غير عبر العمليه ديت مش براها يعني. فكرة ضمانات النزاهة وحاجات من النوع ده، مفيش أي ضمان للنزاهة غير لما يبقى في رقابة شعبية، ده رأيي الشخصي يعني، تمام؟ إحنا إمتى أنبوبة البوتاجاز هتتباع بسعرها الأصلي؟ لما يبقى فيه مجالس منتخبة شعبيا عبر لجان شعبية عبر مش عارف انتخابات أحياء ومدن ومش عارف إيه بشكل ديمقراطي وقاعدي، وهي اللي تراقب عملية توزيع الأنابيب، وهي اللي تراقب الفرن وهو ما بيسربش الضيق بره بتوع الجاتو مش عارف ايه وكلام الشكل ده والحلويات، تمام؟ لو ما فيش ده الثروه هتفضل منهوبه والصندوق هيفضل مش نزيه لانه ما فيش حد بيراقب. انا عايز اطلع الممثل الحقيقي ليا، يبقى انا اللي راقب العمليه، دي بديهيه يعني. يعني في ماده مضحكه جدا في الدستور بتقول ان السياده للشعب وحده، المادة 4، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ، شايفين الإنشاء؟ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين في الدستور. الله، طب إذا كان الشعب هو مصدر السلطات
طب ليه بيحكمنا العسكر والليبراليين ومش ليه؟ اذا كان الشعب هو مصدر السلطات ليه ما بيعملش هو نفسه انتخاباته في شوارعه وحواريه واصدقته وكفوره ونجوعه، وهو اللي بينتخب الناس اللي شايفها تصلح وهو اللي في ايديه يشيلها ويعزلها لو شافها ما بتعملش اللي اتفقوا عليه؟ ليه لا؟ يعني انت بتضحك علينا بتقول ان الشعب هو صاحب السياسه، بس في نفس الوقت بتحكمنا باسمه زي ما نزلته علشان يديك تفويض تعمل مجازر في الشوارع وهكذا. طبعا لما يبقى في دستور بيقول دستور استبعادي يعني تمام استبعادي لفئات في المجتمع، يعني مثلا دستور بيتكلم عن ان الاسلام دين الدوله، ماشي على عيني وعلى راسي. ليه الاسلام يبقى دين الدوله؟ عشان الاغلبيه مسلمه. حلو قوي. يعني انت اي اضطهاد لاي فئات اقليه في المجتمع عليك انك تقبله بالمثل في البلدان التانية. يعني خلي يعني انت ما تكلمنيش عن اضطهاد المسلمين في اوروبا واضطهاد مش عارف ايه حاجات من النوع ده، لانك ارتضيت من الاول انك ما تعملش دوله مدنيه تمام بتراعي حقوق الاقليه قبل ما تراعي حقوق الاغلبيه. تمام. انا لو في فلان واحد في المجتمع بيعبد الزلطه عليه انه يتمثل في الدستور، ده راي شخصي. تمام. فانت بتقول ده وبتقول ان اللغه العربيه لغتها الرسميه، ماشي اوكي. طب والنوبيين والامازيغ والمش عارف ايه والبدو بتاع يروحوا يعني ولا يعملوا ايه؟ طيب ومبادئ الشريعه الاسلاميه مصدرها الرئيسي، وفي نفس الوقت في الماده اللي بعدها المبادئ شرائع المصريين للمسيحيين واليهود مصدر رئيسي لتشريعاتهم. يعني انت عندك في مصر بالاعداد 200 يهودي هم اللي متبقيين في مصر. 200 يهودي حاطط لهم ماده في الدستور ان شريعتهم تبقى هي اللي بيرجعوا لها في جوازهم وطلاقهم والمواريث وحاجات من النوع ده. وعندك 25,000 بهائي بتتعامل معاهم على انهم شرذمه، يعني معا ما لهمش معنى. ليه؟ عشان دي مش ديانه سماويه. انت عايزني اقعد اناقش معاك ايه الديانه السماويه وايه الديانه الارضيه؟ وليه انت بتسمي دي سماويه؟ وايه دلائلك؟ في دستور في الدنيا بيناقش قضايا من النوع ده؟ ولا الدستور بيبص للمواطنين بوصفهم مواطنين بصرف النظر عن جنسهم ولونهم ودياناتهم واصولهم وعرق والعرق وحاجات من النوع ده؟ لو دستور بيفصل الناس دي على بعضها يبقى دستور اضطهادي واستبعادي وبيشوف الدنيا من منظور الاغلبيه. بس هو في الحقيقه لما بيتكلم عن المسلمين هو بيشوف العمال المسلمين زي الراسماليين المسلمين؟ يعني انا لما بتكلم عن اضطهاد الاقباط في مصر انا اعي تماما وواثق تماما زي ما انا شايفكم دلوقتي ان نجيب ساويرس لا تعرض لاي اضطهاد في مصر. بالرغم من مدة. لانه نجيب ساويرس محطوط في خانه ثانيه وفي منطقه ثانيه، هو بيقعد مع ناس تانية يخططوا ويضطهدوا المجتمع ازاي؟ فقراءه بقى تمام؟ اللي فيهم مسيحيين وفيهم مش عارف ايه. اوباما اسمر. بس اوباما في الحقيقه انا في تقديري عنصر. لانه لما يتحط في منطقه انه السود زي ما عملوا في لوس انجلوس مثلا مش عارف سنه حاجه و90 انهم يقرروا يطلعوا في انتفاضه لانهم فقراء ومش لاقيين ياكلوا وكلام بالشكل ده ويحطموا المحلات وياخدوا الوجبات اللي فيها وبتاع، هيطمعوا مفيش فساد، هيتعامل مع ده بالقمع وساعتها هيبقى بيقمعها بمنطقين، بمنطق انهم فقراء وبمنطق انهم سود. فالقضيه بالنسبه لي مش الشكلانيه، يعني القضيه هو انت بتعمل ده لصالح مين وضد مين.